ننتقل لمراسلنا فاروق صلاح من ملعب مباراه على التليفون. طيب نطمن بس بس على حاله الكابتن وليد سليمان. وجهاد على فكره. ايوه الو ايوه فاروق. كل التحيه ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام، ببارك لحضرتك وببارك لكابتننا وكل جماهير النادي الاهلي على فوز النادي الاهلي النهارده وصعوده للدور نصف النهائي لكاس مصر. خليني في البدايه اطمنك على حاله وليد سليمان، يعني عقب المباراه اتكلمنا مع الدكتور خالد محمود، قال لي هو شعر باجهاد في العضله الضمه، فضل الدكتور خالد والمستر بيتسو موسيماني ان هو يريح وليد، لكن الاصابه بسيطه ما فيهاش اي حاجه، ان شاء الله هيتم يعني ان شاء الله يتعمل الباك تيست بسيط لوليد بكره وان شاء الله يبقى موجود في المران. من ضمن برضو الامور خليني اقول لك يا كابتن ايمن ان النادي الاهلي فرض حظر اعلامي على الفريق تماما، الفريق من الغد هيكون في معسكر مقفول ومغلق على لاعبي النادي الاهلي، فريق هيدخل معسكر من الغد. النهارده كمان يا كابتن ايمن عقب العوده الى القاهره هيتم اجراء مسحه كامله للاعبي النادي الاهلي، النهارده لعيبه النادي الاهلي هتتجمع في النادي هيتم اجراء مسحه طبيه للاعبين، عقب المسحه هيتم تحديد ميعاد التمرين في الغد. كان ليا كلام مع مستر بيتسو موسيماني عقب المباراه، ويعني هو تم الغاء المؤتمر الصحفي بس قدرت ناخد بعض الامور والتصريحات من مستر بيتسو موسيماني. هو اتكلم النهارده على المباراه وقال ان الواحد بيتجنب المفاجات ومباراه الكؤوس، واللعيب كان بعض اللاعبين فكرها مشغول بمباراه الزمالك، واحنا كنا فاصلين اللاعبين عن مباراه الزمالك، لكن المباراه فرضت علينا ان بعض اللاعبين اكيد بتفكر في مباراه الزمالك، لكن احنا هنبدا التحضير لمباراه الزمالك من اليوم، انهينا صفحه مباراه ابو قير الاسمده، هنبدا نفكر في مباراه كاس مصر. قال انا اديت الفرصه لقفشه واديت الفرصه لديانج عشان اطمن على قفشه وديانج وحسين الشحات قبل مباراه الزمالك، احنا مستعدين للمباراه ان شاء الله. يعني كان في بعض التلبيات شويه على ارضيه الملعب النهارده، لكن ان شاء الله الفريق جاهز للمباراه القادمه ان شاء الله امام الزمالك. ايضا الكابتن سيد عبد الحفيظ قال هيبقى في تشديد تام على اللاعبين طبعا في المعسكر المغلق على الاجراءات الاحترازيه واتباع كل الاجراءات الوقائيه والبروتوكول الطبي من اجل طبعا يعني نتجنب الكثير من الامور. يعني يا كابتن ايمن دي كانت ابرز الامور. من النقاط المهمه ايضا ان مستر بيتسو موسيماني عقب الهدف اللي احرزه فريق سماده ابو قير يعني وقعد في وجود الدكتور عمرو محب قعد يشرح للاعبين الموجودين على مقاعد البدلاء، يعني بيشرح لهم الخطا الخطا الدفاعي، وقعد يعني يشرح وقفه اللاعبين، الوقفه كانت المفروض تبقى ازاي، ووقفه اللاعبين في الكره العرضيه، يعني اعتقد خدت وقت شويه من مستر بيتسو موسيماني ان هو يشرحها للاعبين، ودي من النقاط الايجابيه ان مستر بيتسو موسيماني بيشارك البدلاء او المجموعه الموجوده بره برضه في الخطا علشان نقدر نتجنب هذا الامر في المباريات القادمه. طب هو فاروق بالنسبه للاعبين، هو هل علي معلول انضم للتدريبات ولا لسه ما جاش؟ لا علي معلول، علي معلول موجود النهارده، كان عايز اقول لك ان كان في التدريب الصباحي للاعبي النادي الاهلي النهارده، كان عمرو السوليه ومحمد هاني موجودين في التدريب الصباحي مع الدكتور طارق عبد العزيز. يعني محمد هاني بطمنك خلاص ان ان شاء الله هيكون موجود في التمرين من الغد، ايضا اجاي مجموعه اللعيبه اللي كانت غايبه عن هذا اللقاء هيكونوا موجودين في التدريب من الغد ان شاء الله. ده التدريب والمجموعه اللي كانت غايبه ايضا كان موجود معاهم بدر بنون وناصر ماهر وصلاح محسن واكرم توفيق، المجموعه اللي ما سافرتش وكانت موجوده مع الدكتور طارق عبد العزيز. محمد هاني بقى بطمنك برضه عليه، عمرو السوليه جاهز ان شاء الله خلاص موجود للمباراه القادمه باذن الله. تقدر تقول يا كابتن ايضا يعني كهرباء اجرى مسحه طبيه اليوم هتظهر نتيجتها ايضا خلال الساعات، علشان برضو نكون لمينا او كل الاوراق اللي يعني الجماهير النادي الاهلي بتتابعها. يا روى بقول لك ايه يا روى، ما قلتليش برضو على علي معلول. لا علي معلول علي معلول حضرتك يا كابتن، علي معلول موجود وصل مع الفريق. طب كويس، يعني انا طمنتك على علي وطمنتك على محمد هاني وعلى عمرو السوليه. لا يعني علي معلول هيبقى متواجد في تدريبات غدا ان شاء الله باذن الله. كابتن علي معلول هيكون موجود مع الفريق ان شاء الله في التدريبات من الغد، هيتم تحديد بس الميعاد بتاع التدريب عقب المسحه الطبيه اللي هتتعمل للفريق اول ما يرجع للقاهره اليوم. يعني نقطه مهمه جدا ان الفريق اول ما يرجع للقاهره هيتم اجراء مسحه طبيه للاعبين عقب الوصول للقاهره، عقب المسحه الطبيه هيتم تحديد مع موعد التمرين غدا باذن الله. باذن الله نتمنى السلامه لكل اللاعبين. شكرا للزميل العزيز فاروق صلاح.